إلى موضوع آخر، حيث تناقل رواد التواصل الاجتماعي في اليمن صورا وفيديوهات للرحالة اليمني بشير ملاطف، الرحالة اليمني يطوف بدراجته الهوائية المحافظات اليمنية ويتنقل من محافظة إلى أخرى، يطوف بين المدن القديمة ويحاول تعريف متابعيه بأهم ما تتميز به تلك المدن وأهلها بإمكانيات بسيطة. ورغم قلة الإمكانيات إلا أن الرحالة بشير يسعى جاهدا إلى أن يزور أكثر عدد ممكن من المدن والقرى اليمنية. رواد التواصل تفاعلوا مع الرحالة اليمني بشير ملاطف تزامنا مع زيارته أو مع زيارة الأردني جو حطاب لليمن، داعين إلى التفاعل ودعم الشباب اليمني. نشاهد هنا بعض الصور للرحالة بشير ملاطف. التراثية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم أنا في محافظة عمران، نعرفكم على محافظة عمران الجامعة كبير هذا، طبعا في محافظة عمران تعالوا. الجامعة كبيرة هذه في عمان. رصدنا لكم بعض التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي مع الرحالة اليمني بشير ملاطف، واخترنا خطاب اليمني والذي كتب: ما لكم الرحالة الأردني جو حطاب، شوفوا الرحالة اليمني المسكين بشير ملاطف الوردة اليوم منطلق المدينة جوف كل يوم، وهو في محافظة ينقل لكم أحلى صور من اليمن ويتعب عشانكم، يا ترى كم يوجد له محبين. محمد علي دونا أيضا: الرحالة بشير ملاطف الورد يستحق الدعم بقوة أكثر من أي واحد من هؤلاء اللي الكل يعمل المستحيل عشان يوصل لعندهم، وهدايا وأمور، هذا منكم وفيكم ومستحق، خلوكم أصحاب كرم حقيقي مش عشان الشهرة. أما محمد خشافة فتفاعل هو الآخر بالقول: لو يملك الرحالة اليمني بشير ملاطف الورد كاميرا احترافية سينقل صورة جميلة لليمن أفضل من جو حطاب، لكن إحنا ما يعجبنا البلدي دائما. أما هشام ابن العالي فدون قائلا: للإنصاف الرحال اليمني بشير الورد ابن اليمن زار كثير من المحافظات بدراجته الهوائية، وما سمعنا أحد يرحب ويستضيف إلا قليل من الأخوة، لكن عندما يجي رحال من بلاد ثانية نحصل الناس تتسابق عليه بالمنشورات والهدايا والعزايم. تحية من القلب لهذا البطل البسيط الذي أطلق مسمى للرحلة تحت شعار رحلة السلام والمحبة والإخاء لينقل لنا الأماكن الجميلة والأثرية والموثقة في صفحته بشير ملاطف، مع شكرنا لبعض الأخوة الذين استقبلوا.